اليوم معكم زكريا من مجوهرات غزة عند زكريا. خلاص كنبيعو الذهب 18 كرة، كنديرو الإرسال مجاني في مكتب في المغرب، وخلاص الذهب 18 كرة هو اللي كاين في المغرب كامل، هو اللي مسموح لنا فيه نبيعوه في المغرب. اليوم إن شاء الله جبنا لكم ميزات اللي واعرين فيهم في البلدي في الرومي، اليوم هذا هو المحل الثاني ديالنا. راه وراكم الأخ، وراكم الأخ اللي جا الأزرو يعرف البلاصة ديالو. مرحبا بكم. اليوم أنا ميدخلو يدخلوا الزوار ديالنا، غادي ندير لكم ان شاء الله اللايف اللي فيه ميزات زوينين. غادي تعطونا ان شاء الله باش بغيتو تبداو اللايف. البنات اللي دخلات تبارطاجي معنا اللايف، يلا البنات اللي دخلات تبارطاجي معنا اللايف وتعطينا في الكومنتير اش من موديل اللي بغات تشوف. يلا البنات لا تبارطاجي اللايف. نبداو. السلام عليكم، سمحوا لي اني ما قريتش الكومنتير ديالو، ديجا ما قلت لكمش النمره، عطيني واحد دقيقه. يلا البنات حاولوا توصلوها المية باش نبداو لكم ان شاء الله اللايف، باش نبداو لكم بواحد الميزات اللي زوينين غزالين ما شاء الله. اليوم جبنا لكم شي حاجه طوب، شي حاجه فنه في البلدي في الرومي. في الفيديو الاول اللي راه بان لكم المحل. خلاص البنات اللي ما كتعرفناش، ها هي حنا مجوهرات غزه عند زكريا، كنتواجدوا مدينه ازرو نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افران. كنبيعوا خلاص الذهب 18 كرة، وكنديروا الارسال مجاني في مكتب في المغرب، تتوصلك لا كوموند حتى لدارك عاد تخلصها ان شاء الله. يلا البنات حاولوا اللي دخلت بارطاجي معنا، نحاول نقرا لكم شي كومونتير ديالكم. السلام عليكم، بغيت نشوف كورميت تروادي. كورميت اختي تروادي كاينه، بغيتي ديال واحد ولا بغيتي ديال ثلاثه؟ اللي كتسولني على كورميت ديال تروادي راه جبتو اليوم بواحد الهميزه اللي غزاله، ركبتي لنا هذيك واحد اليوم. نبداو لكم به البنت اللي سولتني، نحاول نقرا لكم. السلام عليكم، البنات اللي ما قريتش الكومونتير ديالو يسمح لي، لي كومونتير دازو بزربه فين خديتها من عنده. مديحه بصحتك اختي، مرحبا بك وبصحه لا كوموند. هانتي فهمتي البنت اللي سولتني على الترواد ديال البنات، على باش على ما تدخلوا وتعطيونا في السيفيس لصتنا هذيك باش تدخلوا تبارطاجيو معنا اللايف. نبداو لكم بهذا الشيء اللي سولتوني عليه، بحال هذا لونسومبل اللي كامل. غنزيدكم لا غورميت ديالو. حل معاك هذه السيفيس، هذا كامل بلا غورميت ديال الثلاثه. ها نتوما سلام، السلام عليكم. سلام زكريا، بغيت شي رادكم مليحه، كاين اختي غزلان رادكم موجود. البنات اليوم جبت لكم واحد الميزه، انتم جميع انواع المجوهرات، سمحوا لي تعطلت عليكم شويه في اللايف، ولكن كيكونوا الوقت ما كيبقالناش وعارفين مع السدان مع الثمانيه وداك الشيء. باش ها انتم شوفوا اونسومبل غزال، هذا كامل البنات كيدير ب 6300 درهم 126 ريال، فيه غورميت ديال ثلاثه ديال الترواد دي اوفال او سلسله غليظه افيك الخميسه لتحت، فيه حويلقات هما ديال الدوام ما كبار ما صغار، فيه علاقه الترواد دي اوفال كبيره او سلسله شوبار او خويتي ما هو كي كتشوفوا. هادشي كامل البنات اونسومبل ديال الترواد دي ب 6300 درهم. زكريا بوندونسي الترواد دي شحال اختي؟ مديحه سكريني ودوزي عندي الواتساب ونعبروا لختي. مرحبا بك، بغيت نشوف خواتم ما يكونش فيهم الحجر. اختي تسنيم واش بغيتيهم بلديين ولا روميين؟ يلا حاولوا البنات طلعوا لنا شويه اللايف بلي بارتاج، راه نورمالمون كيكون حنا اللي منا الخطا حيت كنتطلوا شي شويه، ولكن كديرها ظروف ماشي ماشي. شفتك في قناه محبوبه اختي فاطمه، قناه محبوبه اختي جاوا خداو شي كوموند العروسه ديالهم، الله يسخر لهم ومرحبا بالجميع. توصل بالخواتم غزالين ربيع اختي بالصحة والراحة الخواتم، تسالي كل خير. ها انتم البنات هذا كامل كيدير ب 6300 درهم 126000 ريال 630 الاورو. هاو هاو هذا ب 6000. يلاه البنات سكرينيوه، نحاول نبقى شي شوية هنايا على ما باش تبارطاجيو شوية اللايف. اختي وجدان موجودين السنسل ديال ديما موجودين ان شاء الله. انا وريتكم هذا، غنوريكم هذا الانسومبل عاوتاني. ها هو الانسومبل ديال الانسومبل ديال الفيس هو البنات في قياس صغير. حاولوا سمحوا لي نجيب لكم مسطره. ها انتم عندكم انسومبل ديال الفيس، ها هو كيدير انسومبل الفيس ب 8000 درهم 160000 ريال. اليوم ميزه ان شاء الله الانسومبل ديال الفيس مدوبل صحيح، كيدير ب 8000 درهم 160000 ريال 800 ديال الاورو. هانتوما اونسومبل غزال ما شاء الله، انا نحاول نوريكم بحاجه بحاجه. ها البغاصلي القياس ديالو فيه
خمسة ونص ليديدات صغار هبرس لي ديالكم دلفيس مضوبل صحيح تلبسوا للدوام كيدير 8000 درهم. حويلقات انتوما كتشوفوا حويلقات عندكم ها هما غلاد حاول نشوف نقر انا بارطاجيت ليك دير لينا الربحه. مرحبا اختي وجدان تسالي كل خير مرحبا علاش لا نديروها لاختي علاش ما نديرهاش نوريكم بعدا لونسومبل كامل. ها هو هذا اونسومبل ديال فيس بلا سنسله بغيتي السنسله من بعدا ثاني كتزيدها هذا كامل مضوبل انتم كتشوفوا البنات وغليظ هذا كيدير 8000 درهم 160 الف ريال 800 ديال الاورو. الله يسخر فيصل شكرا اخويا اخويا واش الذهب باقي ما هبطش في الثمن شويه اختي الذهب دابا حاليا مويان على حساب لي موديل كيختلف في الثمن وصافي راني بارطاجيت ام ربيعه لاله اختي اختي ربيعه شكرا. ها هما البنات 8000 درهم 160 الف ريال 800 ديال الاورو. يلا البنات 82 حاولوا على الاقل توصلوا بعدا ل 100 اللي عندها شي صحاب صعب تصيفط لها اللايف ولا تبارطاجي معنا اللايف في جميع لي جروب اللي عندها. يلا البنات مرحبا بكم كاملين واللي بغات شي حاجه تخليها لنا في الكومنتير وغنوريها لها ان شاء الله. اونسومبل نوريكم اونسومبل ديال رافينيتي عاوتاني البنات اونسومبل ديال رافينيتي ها هو بسنسله شوبار وغورميت غليظه وحلقات لاصقين للدواب وكاين ترى السطوار ديالو راه كاين نحاول نوريكم بعدا لونسومبل انا ما نوريكم السطوار. ها انتم البنات ركبوا حيت كان عندي في المانكا ها هما البنات عندنا الخاتم ديال الرافينيتي كي داير هذا كامل البنات جبنا لكم اليوم في ثمن جد مناسب 850 الاورو هي 8500 درهم 170 فريخ فيه خاتم كبير ماشي صغير ها انتم كتشوفوا فيه حويلقات الرافينيتي في هذا الموديل كتخدم غير هذاك كما كتخدمهمش بغيت خويا عندك شي مدينه ناخذ من عندك اختي حنا مدينه ازرو اللي كتواجد تما واحد الاطلس المتوسط حدا مدينه افران وكنديروا الارسال مجاني في مكتب المغرب. الحويلقات البنات ها هما كيوريتهم لكم كيف ديما محبوبات الجماهير سلسله الشوبار او ديال الغورميت كيكونوا صحاح معروفين ديال الدوام ولا غورميت هيا ها انتم هذا كامل البنات ب 850 اورو 8500 درهم 170 الف ريال. سلام ريم مرحبا بك هذا البنات كامل داير ب 8000 درهم اونسومبل ب 8000 درهم 8500 درهم سمحوا لي تخلط لي مع الاول ديال الفيس هذا ب 8500 درهم ديال رافينيتي فيه غورميت غزاله هيا غليظه فيه حويلقات وفيه خاتم هانتوما كتشوفوا ايوا علاقه وسلسله شوبار هذا كامل البنات كيدير ب 8500 درهم 170 الف ريال ما شاء الله هادشي غزال ريم شكرا بغيت بوكل دوغاي مدول مدلين رافينيتي كاينين اختي مدلين رافينيتي انا نوريهم لك صبري عليا نوريهم لك ان شاء الله والله اختي مديحه شكرا اختي على هذا الكلام الطيب على اختك نحاول نوري البنت حلقات مدورين قالت لي ديال رافينيتي نحاول نوري الحلقات ديال رافينيتي مدورين ها هما اختي مولات الحلقات الرافينيتي البنات اي حدا بغات شي حاجه تخليها لي في كومونتير ونوريها ان شاء الله اختي ها هما هادو اختي اللي قلتي لي حملات الحلقات ديال اللي وريت لها شي ارتيكل تبارطاجي معنا تبارك الله كلشي زوين لاله اختك ها هما هادو كيديروا 2500 درهم حلقات الرافينيتي طوال العكس ديال الاخرين قصار ها انت هادو ديال 8500 درهم راهم قصار صبري نوريهم لك هادو برا انصومبل هادو قصار هادو ها هما هادو كيديروا ب 8500 درهم 170 الف ريال 850 درهم 850 اورو هيا انصومبل غزال درافينيتي ماشي صغير كبير الله يجيب الرزق ريم امين لينا وليكم جميع المسلمين نزيدوكم شويه ديال لي زونسومبل عاوتاني ولا نوريكم شي حاجه المهم اللي بغات شي حاجه تخليها لي في كومونتير باش اللي بغات شي حاجه تخليها له نعاود نوريها لونسومبل فراس ليكلو كاين هذا اللي غزال عاوتاني هذا لونسومبل هذا ها هو جاي بشكل فيس مع الكلويا اونسومبل و 3 دي فيه ثلاثه الموديلات في موديل واحده فيه الكلويا والديزاين ديالو 3 دي مخدومه به وفيه الفيس براسلي ديال الفيس داير كامل هكا ها انتم شي حاجه فنان البنات يلا البنات عاونونا شويه بارطاج كي كنقول لكم ديما مع مجاورة غزة عند زكريا اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس كلها كيمشي يشري على قدو وبالنسبة للبنات البارطاج راه كيكون فضلا وليس أمرا ها هو هذا البنات هذا دقيق لشي شوية البنات كيدير ب سمحوا لي عطيني دقيقة نشوف لكم شحال كيدير هذا كيدير لا ب 10300 درهم 10300 درهم هي مليون و6000 ريال
1030 اورو هو اونصومبل فيه ثلاثه ديال لي موديل في موديل واحد، فيه موديل ديال الفيس، موديل 3 دي، موديل ديال الجلوي. يلا ثلاثه ديال الموديلات كتربح في موديل واحد ب 10300 درهم، هي مليون و 6000 ريال. شي رادكو يكون فيه 24 غرام. بالنسبه اختي للرادكو راه موجود الرادكو، انا نقرب لك شي شويه تشوفي لي رادكو. ها هما الرادكو، بالنسبه لمولات الرادكو راه موجود، غير عطيني البارطاج وانت الله فيك بلي غورميت. مرحبا صافي البنات، شفتوا هذا ديال 10300 درهم اللي عجبتها تسكريني ودوز عندي الواتساب، النمره ديال الواتساب ديجا مبينغ ليا لتحت هي 0621 24 0246. بالنسبه للبنات لواحد القضيه، ممكن نبيع لك شي بياسه او جوج منهم، البراسلي يقدر يتباع بوحدو، لونسومبل يقدر يتباع بوحدو، ولا بغيتي جوج بياسات مثلا العلاقه والخاتم ولا التعليقه والسلسله، المهم هادو راه ممكن نفرقوهم ماشي مشكل. البنات سمحوا لي اللي ما قريش الكومونتير ديالو تسمح لي بزاف، عندك دبال بلديين موجود اختي السرات البلديين، ها هو هذا غنساليو غير هادو نوريكم السرات للغورميت، هذه 10300 درهم شفتوها. يلا اللي دخل سكرينيها ها هي ويبارطاجي معنا. عندنا نحيد لكم هذا عاوتاني نوريكم، عندنا هذا الغزال، هذا الفن، شوف هذا لونسومبل عاوتاني كيدير البنات شي حاجه واعره ما شاء الله، غزاله. شوف 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 على براس اللي فيه، هادوك كيقول لكم موديل واحد ومدخلين فيه الشكالات. ها انتم هذا اونسومبل غزاله البنات، ها انتم والثمن جد جد مناسب. كنقول لكم اللي عنده مجوهرات غزاله عند ذكر اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس، اونسومبل كامل وفي موديل جديد، اخر ما يكون في الموديلات ب 8300 درهم. بالنسبه للسلسله تقدر تضيف له انت اي سلسله بغيتي، شوف على موديل كيدير فن ب 8300 درهم بارطاجيت بوشتر. شكرا اختي لي ليختيك على البارطاج. ها انتم اونسومبل اللي غزال الصراحه، الله البنات غزال وغير ب 8300 درهم، ما تلقاش بهاد الاثمنه كاع، ثمن جد جد مناسب واونسومبل كامل. ها انتم البنات خلي لكم شي شويه باش ما نزربش عليكم، اللي باش اللي بغات بارطاج سكرينيه وتصيفطوا لي في الواتساب، على ما نقراش ديال لي كومونتير. بشحال خويا الخاتم ديال 3 دي، خاتم اختي ديال 3 دي، ها هو خاتم ديال 3 دي اختي ب 1350 درهم نحسبوا لك، يلا ماشي مشكل، وخاتم كبير ماشي صغير، خاتم 3 دي كبير ب 1350 درهم 27000 ريال ثمن، يلا ثمن الجمله اليوم، ثمن الجمله ثمن باش غنشريو بالجمله كنبيعو لكم 8300 درهم، هذا 8300 درهم، يلا 830 الاورو. يلا البنات اللي دخلت تحاول تبارطاجي معنا اللايف، شويه ناقص لي بارطاج اليوم ان شاء الله، ولكن غبنا عليكم حنا كنغبنا شي شويه داكشي باش، والله اللي دخلت تبارطاجي اللايف واللي بغات شي حاجه تخلي لنا في كومونتير. يلا نحيدو هذا نوريكم واحد اخر عاوتاني، الناس اللي كتحماق على البلدي، ها هو تا هو ب 8300 درهم، ها هو اونسومبل بلدي، شوف كي داير غزال، خاتم فيه مضوبل والباقي ما مضوبلش، هادشي غزال. شحال حلقات الفيس؟ حلقات الفيس اختي نعبرهم لكم نقول لك الثمن ديالهم، مرحبا به، غير خليك معنا في اللايف وفكرني، سرت لها بلديه اختي جهاد، كاينه سرت لها بلديه، هذا البنات كامل ب 8300 درهم، 8300 درهم 166000 ريال 830 اورو، اونسومبل شوف بلدي غزال، خدمه نقش لا فينيسيون ما تحتاج تسول. يلا هو اللي عجبو سكرينيه، اللي بغى شي بياسه فيها نقدروا نبيعوا له، يا حلقات بوحدهم يا خاتم يا اي حاجه بغيتيها نبيعوها لك، ما كاينش المشكل. يلا اللي دخلت بارطاجي اللايف باش جميع المشاهدين يشوفوا اللايف ديالنا ويشوفوا هذه العوده القويه. هاي الله يجيب رزق النبي، السويقه يجيب رزق السويقه. اسامه شكرا خويا، هذا 8300 درهم. واخا اللي قلتوا لي السرتلا نوريكم واحد السرتلا اليوم اللي خطيره، خصها البارطاج، هاد السرتلا خصني ما نحيدها حتى نوصل ل 100 مشاهده. ها هي يلا السرتلا غزاله بثمن جد جد مناسب، يلا شوف على السرتلا فنة، نعطيكم القياس ديالها بعدا، القياس ديالها هو 6.6، القياس ديالها 6.6. يلا عطيونا اكبر عدد البارطاج على وجهات السرتلا هادي غزاله الفنة، شوف النقش مضوبلة لا فينيسيون صراحة الله يسرت لها اللي غزالة البنات هاد. يلا عطيونا البارطاج لهاد السريت لهادي الفنة، مازال ما وصلوش المية، عاي وصلوا المية غنقول لكم الثمن ديالها، إلا تحدي إلا وصلتوها المية نقول لكم الثمن ديالها، ما وصلتوش المية نحيدوها. واخا دابا فاش وصلتوا المية غادي سرت لها كاملة إن شاء الله ديال غزالة فنة، النقش فن
غاتدير هادي بثلاثة المليون ونص، هادي ثلاثة المليون ونص، 35,000 درهم. صرت لها غزالة سبعة، الصح والعمل تقيلة ماشي خفيفة ولا صحيحة، هادي كاملة بثلاثة المليون ونص. صرت لها غزالة، شوف فيها اللي بنات اللي عاد دخلت دابا فيها في الدورة 6.6، 6.6 في القياس اللي فيها. اللي بغى ثلاثة راه نقدر نبيعو له ثلاثة، أو بغى أربعة نقدر نبيعو له أربعة، بغى سبعة نبيعو له سبعة اللي عجبو، بغى جوج نخدمو له جوج، ما كاينش الإشكال في القياس ديالو. الواحد اختي أم صافا دوزين ديال الواتساب ونقول لك واحد، ما عنديش كيفاش ندير نعبر باكون، قلت لك اختي راه عارفة يد وحدة ما كتصفقش، مرحبا بيك، هدوزي سكرين يوم ودوزي عندي الواتساب ونوريهم لك. ثلاثة اختي نعبرهم لك ثلاثة، ثلاثة غيطيحو بمليون ونص، ثلاثة ديجا عبرتهم لواحد الكليانة قبيلة ب15,000 درهم، طاحو مليون ونص، ولكن شي حاجة الوزن الصح النقش لا فينيسيون ما تحتاجيش تولي اختي. ثلاثة المليون ونص صرت لها غزالة ثلاثة المليون ونص. دير معروفة هاد الكليبرا هادي، خلاص معروفة عند المشاهدين ديالنا معروفة. وي اختي دق لي برادي، ها هي نقش غزاله انت فنا، وعند مجاورة غزة عند زكريا جاب لكم 3 مليون ونص وشي حاجه وازنه كتحس بانك الذهب. حتى الا بغيتي تخبع فلوس كتلقى فين تخبع فلوس. ها هي نخليها لكم مع شريط، لا نوريكم وحده ديال الصويري، الناس اللي كتعشق الصويري عشاق الصويري عشاق الاقدميه. ها هي ها هي جات عاوتاني، ها جات وجات ثمن جد مناسب 12500 درهم، مليون و50 الف ريال، 3 خيوط الصويري. ها ما شي حاجه فنا، القياس فيها 6.5 تقريبا، قول 6.5، فيها 6.5، هاهي 6.5 ب 12500 درهم، مليون و50 الف ريال، هاهي شي حاجه غزاله البنات. اللي عجباتو مرحبا به يسكرينيها ويقول القياس، راني قلت لكم 6.5 في القياس. هذا الخاتم اللي في يديك شحال؟ لا هذا اختي ماشي اللي بيع، هذاك هذاك الخاتم ماشي اللي بيع. مرحبا بك، شوف 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 لي هذا، ها هي صرت لها اللي غزاله. يلا انا من الصويره، مرحبا مرحبا بناس الصويره، ومرحبا بناس طنجه الكبيره والجاليه الاوروبيه، والناس الخارج كي كنقول لكم ديما مرحبا والف مرحبا. حنا راه ولفناكم، واخا كنغيبوا عليكم شويه ولكن الوقت ما كيبقالناش، ولينا هذا اللايف كان غير مزروب حيت الكليان صوناو علينا وقال لك غوتي على 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 الساحه داك الشيء باش ولينا. غزاله هاي صرت لها غزاله البنات، فنا عندنا هذا ب 3200 درهم، خاتم جاي من المسمار والفيس، ها هو ب 3200 درهم، 320 الاورو، 64 الف ريال. تبارك الله ما شاء الله الرحمن. فاطمه شكرا من مكناس، مرحبا بالناس مكناس، شحال فيها من غرام زكريا اختي سليمه، دوزي عندي الواتساب ونعبرها لك. ها هي هذا ب 3200 خاتم غزاله هو، ولا بغيتي حتى البراسلي تقريبا بحالو راه كاين، انا نوري لكم. ها هو هذا ب 3200 درهم، 320 الاورو، 64 الف ريال، شي حاجه غزاله. وا ماشي اللي بيع وصافي اختي هكاك وصافي. كاين هذا البراسلي هذا غزال، شوف على براسلي انا نقش فيه فن، هذا بلاصه ما تلبس ثلاثه كتلبس واحد، جا اليوم ان شاء الله بثمن جد مناسب. ها هو شي حاجه واعره في اللبسه ب 6300 درهم، 630 الاورو هذا البراسلي، هذا براسلي ب 630 الاورو كلشي ما شاء الله. لا اختيك مرحبا بكم كاملين، الناس اللي عاد دخلات كي كنقول لكم معكم زكريا من مجاوره غزه عند زكريا، اللي كيتواجد في مدينه ازرو نواحي الاطلس المتوسط، وكنديروا الارسال مجاني في مكتب المغرب، نمره الواتساب ديجا بانجليه 06 21 24 42. اللي بغى الانستغرام ديالنا يشوف اخر ما يكون في التصاور راه يدخل بمجاوره غزه عند زكريا او بيوجي تخي زكريا قلناش، الفيسبوك هكاك الواتساب الانستغرام. مرحبا هذه ب 6300 درهم، 630 الاورو براسلي اللي غزال، نقول لكم القياس ديالو الله يسخر. شكرا خديجه، القياس ديالو ها هو فيه 5.7، الدوره ديالو 5.7، قياس ستوندار، قياس زوين زعما تلبسو للدوام. ها هو يلا البنات حاولوا تعطيو لنا اكبر عدد ديال البارطاج في جميع لي جروب اللي عندكم، باش الا كانت شي حاجه ندير لكم شي طومبول او وصلنا لواحد العدد زوين. هذا 6300 درهم، 630 الاورو. ندوز لكم هذا، عندنا هاد خويتي هذا غزال عاوتاني، شكون فيها عندنا هذا عاوتاني، ها هو شوف خاتم ديال نص لويزا بالنقش عصري، كاين موديل الرادكو جديد، كاين اختي ها هو الرادكو كلشي جديد، هذا ها هو هذا كله جديد اختي،
عندنا هذا هو اللي قلت لكم نص الويزا في خدمه عصريه، هذا عندي هذا وعندي هذا، هذا متوسط هذا الكبير، بدا لكم بهذا المتوسط، هذا كيدير 3400 درهم ماشي مشكل، 3500 كنبيعو ندير له 3400 نحيدو لكم 100 درهم يلا، واخا راه ديجا فيه برومو 3400 درهم 68000 ريال، اوم دوبل من الداخل 340 الاورو، خاتم غزال الصراحة الله شكون كيجي في اللبسة فن، بغيت كورميت تاع اليد، مرحبا اختي كاين كي سامبل الاوفال شنو الموديل اللي بغيتي؟ 3400 درهم 340 الاورو ورضا شيميزات مرحبا ان شاء الله علاش ما يكونوش 340 الاورو نحيد لكم هذا ان شاء الله نحاولوا كنحاولوا نبدل لكم شويه السيلات باش ما نعطيكمش لي موديل بحال بحال عندنا هاد السريت العادي عاوتاني غزاله ها هي كدير 1,080,000 ريال 1,080,000 ريال كدير هاد السريت العادي غزاله ها هي نقول لكم شحال في الدوره ديالها دوره غتكون شي شويه ليديدات الكبار فيها 6.9 6.9 هاد السريت العادي ليد 7 حتى هي تلبسها وليد 6.8 تلبسها 6.9 كدير 1,080,000 ريال 14,000 درهم هايا هادو اختي السرت ديال العظم راني ديجا بينتها هايا مولا السرت ديال العظم كيديروا 7 ب 3.5 مليون شي حاجه ثقيله ووزنهم دوبله واللي بغيتي اللي ما بغاهم دوبلاش راه كنخدموها له هادي ها هي البنات 3 يا ربي 1,080,000 ريال 1,400 1,400 14,000 درهم هاي فيها في القياس 6.9 هيا سرت لها نحيدوها لكم عندنا هاد عصير الصابون شفنا داك عصير الصابون شحال داير هذا عندنا هاد عصير الصابون ها هو كيدير بمليون و 36,000 ريال هاد عصير الصابون مليون و 36,000 ريال بقى واحد منو هذا مليون و 36,000 ريال كيدير عصير الصابون ورينا اللي حدا هادوك الدباج لي كوغمي تختي ولا شنو هما هاد عصير الصابون ديال مليون و 36,000 ريال فيه 6.7 كيدير بمليون و 36,000 ريال نقش غزال نقش بلدي روعة هاهي شي حاجة خدمة غزالة والله الا دوخني الاورو بالله ما شحال هادي ما دويت بيه دوخني ها هو نحاولو ندوز لكم عاوتاني واحد السيل اخر عاوتاني دوزتي الشرط للطروطي دوز هذا ما هذاك ما في دوزتي الطروطي اللون ديال الاناناس ما نبتاش الاناناس راه حتى شتاني كولي كام براسليات جبت لكم براسليات ديال الاناناس بواحد الثمن مناسب نحاولو ندوز لكم بعدا هادي الناس اللي كتحماق على المنقوش الناس اللي ما كتبغيش الحجر وكتبغي تلبس ها هي سرت لها غزالة هيا هادو هاو ماشي حاجة فنا الناس ثمن جد مناسب 9500 درهم هاد ب 9500 درهم 950 الاورو هيا 190,000 ريال سرت لها غزالة ديال ثلاثة بغيتي تاخد واحد بغيتي تاخد جوج بغيتي تاخد ثلاثة غير كي كنقول لكم البنات كاع لي لايف واحد تقدر تلقاه زايد على ثلاثة بديك 100 درهم حتى 150 درهم ها هو منقوش كامل شي حاجة غليظة هادو كاملين ب 9500 درهم هادو بغاسلي البنات كيتحلوا يتسدوا بغيتيهم دماج نقدر نخدمهم لك دماج 9500 درهم 190,000 ريال يلا البنات حبسوا كاملين 162 وخا يعطيونا كل وحده تعطينا غير بارطاج واحد في شي جروب لي جروب اللي عندها غادي نوصلوا 200 ان شاء الله بوجودكم راه كي كنقول لكم حنا بلا بكم راه ما ساوين والو حنا كطلعونا نتوما وحنا كنوريكم ارتيكلات زوينين بثمن مناسب هاي ب 9500 درهم 950 اورو 190,000 ريال هاد السرت هادي براسلي غزاله نعطيكم القياس ديالها باش اللي بغى يعرف القياس ديالها فيها 6 قياس 6 قياس ستوندار 5 8 قياس 7 هادو كاملين كيلبسوا تقريبا بحال بحال كيكون شي فرق كبير هادو 950 الاورو 190,000 ريال 9500 درهم بغاسلي 3 دي افاك اختي وريت اونسومبل ديال 3 دي كامل في اول لايف ب 6000 درهم 6300 درهم اوفر هايا غزاله نحيد لكم هادي عاوتاني عندنا هادي هادي محبوبات معروفة محبوبات الجماهير فيما مشيتي تلقاها ولكن شي حاجة صح العمل دامت مدة طويلة ومازال كتعطي في الوجود ديالها شي حاجة فنة ربعة ديال الدورات بثمن هادا ثمن جد مناسب فيها ب 7300 درهم